السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح حاجة مهمة جدا يا أولاد للنصوص المتحررة وللبلاغة. جايز يكون الحاجات دي هتسمعوها لأول مرة، وجايز يكون سمعتها كتير قبل كده، لكن ده ما يمنعش إن الحاجات اللي هنشرحها النهاردة مهمة جدا جدا مع لمنهجية البلاغة. تعال نشوف الحاجات دي. أولها يا أولاد، لماذا اعتمد الشاعر على الأسلوب الإنشائي؟ طبعا هيجيب لي 4 اختر تحت او يجيبها لي اكمل على حسب ما اختلاف الامتحان. لماذا اعتمد الشاعر على الاسلوب الخبري؟ ولماذا اعتمد الشاعر على التنويع بين الخبري والانشائي؟ سؤال مهم جدا ولازم ناخد بالنا منه. اعتمد الشاعر على الاسلوب الانشائي لشد الانتباه. هختار من الاختيارات شد الانتباه. طيب لماذا اعتمد الشاعر على الاسلوب الخبري؟ هختار للوصف والتقرير. طيب لو قولي مع بعض لنتخيل انه قال لي الاسلوب الخبري وصف ولا تقرير؟ طبعا انا هختار كلمة تقرير بس لانها اقوى من الوصف. لماذا اعتمد الشاعر على التنويع بين الاسلوب الخبري والانشائي؟ هقول له لمزج المشاعر وإثارة الذهن. طب معلش لو قولي مع بعض، احنا معاكم لحد آخر حاجة في السؤال. لا أنا هختار لمزج المشاعر، لكن أنا طبعا لو جاب لي إثارة الذهن وما جابش في الاختيارات مزج المشاعر فأنا هختار إثارة الذهن. دي حاجة مهمة جدا عندي في البلاغة. عندي إيحاءات الألفاظ والحروف يا ولد. يعني لما يسألني مثلا لماذا جاءت كلمة كذا نكرة، لماذا جاءت كلمة كذا جمع، دي إجابات ثابتة، يعني أنت هتتعامل مع هذه الأسئلة كإجابة ثابتة. لماذا جاء الشاعر بكلمة كذا نكرة، كلمة كذا جمع، لماذا استخدم الفعل الماضي، لماذا اعتمد الشاعر على الفعل المضارع، لماذا اعتمد الشاعر على الجملة الإسمية، الجملة الإسمية، لماذا اعتمد الشاعر على أداة الشرط إذا، ثم لماذا اعتمد على إذ، وماذا أفادت كلمة بل، ثم ماذا أفادت كلمة لكن في الأبيات، وماذا أفادت حتى. يا ريت يا أولاد الحاجات دي مهمة جدا جدا وهتساعدك زي ما قلنا في النصوص المتحررة وفي البلاغة. زائد المصيبة السوداء اللي انت مش واخد بالك منها، فين في كتاب المدرسة وفي منهج الوزارة الكلام ده موجود؟ فين؟ في انه مكان؟ واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، مش متجمعين. لكن هنا انت متجمعين عندك في حاجة واحدة. زائد الميزة التانية هي إجابة واحدة وثابتة، جاءت الكلمة نكرة. والله لو الكلمة ذات تأثير إيجابي غير لما تبقى الكلمة النكرة ذات تأثير سلبي، غير لما يكون الكلمة النكرة اللي جايبها لي الله أعلم، أنا مش عارف أحكم عليها تأثيرها إيجابي ولا سلبي، غير لما يكون الكلمة النكرة اللي جايبها لي تحتمل الاضطراب والقلق. يعني إيه؟ لو جاب لي كلمة رسول، كلمة حلوة ولا إيه بالظبط يا ولاد؟ دي كلمة ذات إيحاء إيجابي فتفيد التعظيم. طيب لماذا جاء بكلمة خائن نكرة؟ يبقى هجاوب ها تحقير. طب لماذا جاء بكلمة بلد نكرة؟ رد انت ايه؟ ايوة بالظبط الله اعلم، ما انا معرفش، يبقى هقول شمول وعموم عشان انا عارفكم. اسمها شمول، شمول وعموم. طب لو جات الكلمة فيها اضطراب قلق، نوع من انواع الخوف زي غربة دم حرب قبر، اقول تهويل. يبقى احنا كده فكينا مشكلة ايه يا ولاد؟ فكينا مشكلة الكلمة النكرة جت نكرة ليه؟ طيب نيجي بقى للكلمة الجمع، ماذا أفادت الكلمة الجمع؟ أي كلمة جمع يجيبها لي يا ولاد، مثلا كلمة نيران، كلمة نيران زي ما قال مطران أي يلطف النيران طيب هوائي. طب النيران دي معرفة صح؟ طب لو جاب لي كلمة نيران من غير الألف واللام وقال لي دي نكرة ليه؟ مباشرة هقول له نكرة للتهويل. طب جاب لي كلمة النيران جمع ليه؟ هقوله للكسرة. طب لماذا جاء الشاعر بالفعل الماضي؟
للثبوت والتحقق. ثبوت وتحقق. انا عارف ان انت دلوقتي طبعا قاعد بتسمعني منبهر، ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي هتساعدك كتير جدا، دي بلاوي، دي مفرقعات ذريه هتخليك لازم 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 تجري وراها وتهتم بيها. انت عايز تجيب 80 ولا عايز تجيب 70 من في العربي، ولا عايز تجيب كام، ولا 75؟ طب 75 هتبقى 5 درجات، المجموع اتدمر. لكن دايما في العربي تلعب انك تنقص نص درجه، وليه ما قفلش؟ فالحاجات الصغيره دي هي اللي هيلعب عليها السنه دي، هيبتدي حربك السنه دي بالحاجات الصغيره اللي هربانه منك. لكن انت حافظ يا تشبيه يا استعاره يا لون بياني يا محسن بديعي، لا مش هيكتفي بالحاجات دي. طيب لماذا جاء الشاعر بالفعل مضارع؟ هقول له للتجدد والاستمرار واستحضار الصوره. يعني ايه استحضار الصوره؟ انا هجيب لك بيت شعر لمطران واقول لك تستنتج من البيت السابق كيف اعتمد مطران على استحضار صوره محبوبته، عن طريق الفعل الماضي ام الجمله الاسميه ام وسائل التوكيد ام الفعل المضارع؟ ايوه يبقى الفعل المضارع. لماذا اعتمد الشاعر على لكن؟ لانه يريد ان يستدرك الكلام، يبقى تفيد يا اولاد الاستدراك. طب اعتمد الشاعر في الابيات السابقه على الجمله الاسميه للثبوت والتحقق. لحظه هتقولي انت قلت الكلام ده من شويه، قلته فين؟ قلته فين هنا؟ قلته في الفعل الماضي، يبقى الفعل الماضي ثبوت وتحقق، والجملة الإسمية ثبوت وتحقق. أما الفعل المضارع للتجدد والاستمرار واستحضار الصورة. تعال نشوف البلاوي دي كده. أولا إذا يا أولاد طول عمرك بتعمل لي كده، مش بتقول لبابا إذا؟ ساعة ولا لأ؟ لأ إذا دي ما بتفيدش الشك يا أولاد، دي عايزة أقطعها دي. إذا كده، إذا بتفيد اليقين، إحنا اللي حافظين غلط. الشعب المصري عنده شوية موروثات كده يا أولاد مضيعة الدنيا. يعني تروح تكلم واحد يقول لك انا اعتقد. تعتقد ايه؟ انت ليه بتعمل كده؟ عشان انا اعتقد. لا اعتقد كده، يعني انا اعتقد مش معناها اشك، اعتقد معناها انا متاكد. والدليل على ذلك الاعتقاد في وجود الله، هل معناها الشك ولا اليقين؟ تمام، يبقى اذا تفيد اليقين. اما اذ في فرق شاسع بين الاثنين، تفيد التعليل. طب وبل؟ بل تفيد الاضراب. انت بتكتب لي كلمات كده غريبه، يعني انت بتكتب لي هنا استدراك وبتكتب لي هنا اضراب، ده على اساس ان انا فاهم يعني ايه اضراب واستدراك؟ الاستدراك يا اولاد يعني الرجوع عن قول شيء معين، والاضراب الامتناع عن فعل شيء معين او الاقتناع بشيء معين. بمعنى انا هقول، معلش بقى الزمالك ما يزعلوش مني، يعني لما اقول مثلا ما احب الزمالك بل الاهلي، يبقى انا اضربت عن القول السابق لقول جديد، ادي معنى الاضراب. طيب حتى تفيد الوصول للغاية، تفيد الوصول للغاية. ادي يا اولاد بعض الايحاءات او حاجة اسمها لا منهجية البلاغة، منها الاسلوب الانشائي، قلنا شد الانتباه، خبري وصف وتقرير، تنويع لمزج المشاعر. لماذا افادت الكلمة نكرة؟ قلنا اهم حاجة ركز فيها كلمة حلوة ولا وحشة ولا الله اعلم ولا فيها خوف واضطراب وقلق. الكلمة الجمع كسرة، فعل ماضي للثبوت والتحقق، الفعل المضارع للتجدد والاستمرار واستحضار الصورة، وانا بقول لك الحاجات دي مهمة جدا مع النصوص المتحررة. لكن تفيد الاستدراك، الجملة الاسمية تفيد الثبوت والتحقق. لذلك يجي لك السؤال ده في الادب، يقول لك ايهما اجمل، ايهما اجمل في كتابة الرواية، الجملة الاسمية ام الفعلية؟ ايه رايك يا بيه؟ الجملة ايه؟ الاسمية؟ لا طبعا الجملة الاسمية فيها ثبوت، فيها 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 ثبات، ما فيهاش حركة. يبقى الاجمل في كتابة الرواية الجملة الفعلية اللي فعلها مضارع، لأنها بتفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. لكن تفيد الاستدراك، إذا تفيد اليقين، إذ تعليل، بل إضراب، حتى الوصول للغاية. نيجي اللعبة تانية يا أولاد أخيرة، وكنت أتمنى أن أديكم كل حاجة طبعا النهاردة بحيث أشرح البلاغة كلها المنهجية واللا منهجية، لكن هنكتفي النهاردة بالبلاغة اللا منهجية اللي منها اعتمد الشاعر في الأبيات السابقة على الطباق. لا يا باشا مش بقول لك الغرض، مش بقول لك الغرض، غرض أنا عارفك حفظه، يؤكد المعنى ويوضح. أنا بقول لك ليه اعتمد، ومش هيجيب لك نقط، ده هيجيب لك اختيارات. لما يسألك ليه الشاعر اعتمد على الطباق، قوله لعقد الموازنة. يعني عقد موازنة؟ مقارنة، بيعمل مقارنة بين حاجتين، يبقى لعقد الموازنة. أسئلة ثابتة، إجابات ثابتة، ما بتتغيرش في أي نص أو في أي قطعة بلاغة.
طب لماذا اعتمد الشاعر على أساليب الشرط في الأبيات؟ كثرت أساليب الشرط في الأبيات لعقد الموازنة. طيب خد بقى الأسئلة الحلوة دي هتفرح بيها أول، نعرف لماذا اعتمد الشاعر على الألوان البيانية؟ تقول له للحيوية. طب لماذا اعتمد الشاعر على الكناية؟ الكناية استخدمها كتير ليه؟ هقول له للمبالغة. للمبالغة، كل ده هيجي لك اخطر، كل ده يجي لك اخطر أو صح وغلط. يبقى الطباق والشرط والبيانية ها والاعتماد على الكناية. نفسي والله كان أدي كل حاجة في حصة واحدة. وإلى لقاء قريب، معكم حمد الجيش.